رحب بحضراتكم مرة تانية. وزي ما احنا عارفين ان مصر يعني من البلاد والدول الرائدة في لعبة الاسكواش تحديدا، يمكن خلاص انتهى وقت الانتظار وحان وقت الاستعداد لمنافسة الأبطال المصريين على ميداليات أولمبية في رياضة الاسكواش، وده بعد موافقة اللجنة الأولمبية الدولية بتصويت أعضائها ضمن اجتماع المكتب التنفيذي على توصية اللجنة المنظمة لأولمبيات لوس أنجلوس 2028 بإدراج عدد من الرياضات من بينها الاسكواش للمرة الأولى إلى المنافسات الأولمبية في التاريخ. ويمكن ده خبر من الأخبار اللي بسط كل اللي مهتمين بلعبة الاسكواش تحديدا، يعني لأن خلاص ممكن نجيب ميدالية أولمبية. لكل اللي مش متابع وكل اللي مش عارف احنا بنقول ايه، اهميه ادراج الاسكواش في المنافسات الاولمبيه، خلينا بقى نقول ان النهارده معانا اسطوره من اساطير الاسكواش، الكابتن امير وجيه، اسطوره الاسكواش طبعا هيكون موجود دلوقتي وهيشرح لنا كل اللي احنا بنتكلم عليه. منورنا ومشرفنا، سعداء جدا بوجودك يا كابتن. صباح الخير يا احمد. صباح الخير. انا سعيد جدا بوجودي معاكم، وان شاء الله خبر فرح الوطن العربي كله يعني بدخول اللعبة الأولمبيات، وإن شاء الله بقى يكون لنا مزيد من الميداليات إن شاء الله. نصيب الأسد بقى المفروض فيها. ربنا يسهل إن شاء الله، بس لازم يعني الموضوع هيبقى مختلف. الفترة اللي جاية تبقى أصعب من الفترة اللي راحت. يمكن من 10 سنين لو اللعبة كانت دخلت الأولمبيات كان عندنا فرص كبيرة جدا، الرانكينج العالمي بالنسبة للرجال والسيدات أول أربعة في الرانك العالمي للسيدات للرجال المتقدمين المصريين، الفاينلز كلها او السيمي فاينلز في كل البطولات الميجرز اللي بتتعامل في العالم كانت بتبقى دايما مصريين، فتقدر ان انت تضمن ميداليات كتير. دلوقتي طبعا زي ما احنا عارفين هيبقى في بقى منافسه جامده، في بلاد كتير ماشيه على الجونيور بروجرام من بدري، في متوسط اعمار اللاعبين اللي عندنا برضو متقدم شويه، هم ادوا عليهم وزياده، ويعني كان لهم دور كبير جدا بدخول اللعبه الاولمبياد من خلال ادائهم الراقي ال 10 15 سنه اللي فاتت، فاللي جاي هيبقى صعب، لازم نشتغل من امبارح. طيب الاسكواش ما هياش اللعبه الشعبيه الاولى على الارض موجوده عندنا في مصر، لكن هي واحده من اهم الالعاب المضرب اللي موجوده عندنا في مصر، وهي الاكثر يعني ايه بتحظى باكثر متابعه. طيب. في العاب المضرب لو جينا بقى نبسط الفكره كلها، الاسكواش دخلت الاولمبيكس، احنا مبسوطين طبعا ولا مش مبسوطين قوي؟ لا مبسوطين وخايفين يعني في نفس الوقت يعني. طيب احنا خايفين علشان ابطالنا طبعا يعني بعد فتره اللي هي لما نوصل لوس انجلوس 2028 هيكونوا اتقدموا شويه في العمر. مظبوط. هو طبعا هيبقى في هنا يعني خط موازي للابطال الكبار، واحنا يعني الاهتمام بالجونيور بروجرام لازم يبدا من دلوقتي، لازم في عندنا عناصر متميزه جدا في بطله العالم للنشاط، عندنا امينه عرفي 15 سنه من صاعدات الوعادات، في بالنسبه للسيدات في لاعبات طبعا متوسط اعمارها صغير، هنشوف نوران جوار، هنشوف نور شربين لسه 27 سنه انها تبقى برضو ممكن تخش، هانيا الحمام 22 سنه، في فيروز ابو الخير، في ناس كتير جايه، وسنة ابراهيم، في ناس كتير جايه في السيدات. بالنسبه للرجال طبعا متوسط الاعمار اعلى شويه، وفي منافسه قويه من نيوزيلندا بول كول، في منافسه من بيرو المصنف الثاني عالميا هو مثلا موجود ديجو الياس، عندنا مصطفى عسل 22 سنه، في يعني في لازم يتحط خطه للاصغر بقى للجيل اللي مش هيخش الاولمبياد وتطلع، احنا لازم نبص لقدام. طبعا. فده اللي احنا بنحاول نركز عليه مثلا من خلال البرنامج اللي انا مثلا عامله في النادي عندي بالميلز، انا عامل 10 بطولات تحت 17 سنه. تقولي لي 17 سنه ليه؟ اقول لك لان تطلع نشء، تطلع جيل جديد. مظبوط. هو المفروض ان السن البيك بتاع اللاعب لما بيظهر، يمكن مصطفى عسل كان نمره واحد على العالم وعنده 21 سنه. رامي عاشور لما طلع، كل كريم درويش، عمرو شيبان، كل يعني اللي بيظهروا بيبقوا متميزين جدا دايما بيظهروا هم 17 ل 19 سنه، بيبدا يخش بقى في التوب رانكينج ويبدا يبقى بينافس على بطوله العالم. تحت 17 سنه احنا عاملين اول بطوله هاي سكول للمدارس، ان شاء الله تبدا يوم الخميس الجاي عندي في النادي في بالما هيلز، وحاطين فيها جوائز متميزه جدا، بنشجع الناشئين للسفر، يمكن الحمد لله الوينرز الاربعه الاول هياخدوا تذاكر كايرو لندن كايرو فور فري عشان يقدروا يشاركوا في البريتش اوبن، ورابطين الجوائز بمشاركه بطوله انجلترا، لان طبعا لازم نساعد مع الدوله في اعداد الجيل الجديد، وان هم يقدروا يسافروا، التكاليف بقت مكلفه جدا جدا جدا، فيعني دي فرصه كبيره ان كل الناشئين بتلعب فيها. نعم. طيب كابتن امير، يمكن انا لمحت في عين حضرتك نوع من انواع الخوف شويه.
مظبوط. ودي الغيره المحموده اللي بيقال عليها يعني، يعني حضرتك يعني لو هنتكلم على الاسكواش لازم اسم حضرتك يجي من اوائل الناس يعني، مش هقول بس الاسطوره في اللعبه لكن كمان المحبين بشغف لهذه اللعبه. لكن كان في عدد من التحديات ربما حضرتك بتتكلم عليها، رغم ان احنا متصدرين لسنوات كتيره قوي البطوله. مظبوط. وعندنا اسامي كبيره، لكن حضرتك خايف من اللي جاي، هل دي الخوف ده هو خوف وغيره على اللعبه، ولا خوف لان في تحديات حقيقيه قدامنا متمثله في ان ما عندناش جيل جديد طالع، او كالعاده يمكن اللي كان بيحصل قبل كده لسنوات طويله، لكن اعتقد ده كان سيناريو تصدت ليه الدوله وقفت وبدات تفتش على مواهب، وهنا بنتكلم على كره القدم. لكن لو هنتكلم على لعبه فرديه زي الاسكواش، الاجيال الجديده اللي طالعه ايه مستواها، وهل تقدر اللي هي تكون من الاجيال اللي بتحظى بميداليه اولمبيه في الاولمبيات؟ والله بس احمد، هو طبعا مصر ولاده، ومصر بلد يعني الحمد لله تعداد سكاني كبير جدا فيها، وممارسه الاسكواش مع البطولات اللي اتعملت في اخر 10 سنوات وبطولات والابطال بتوعنا في ايدلز قدامهم كتير جدا، ففي ناشئين فعلا انا شايف يعني ان شاء الله لو اتعمل لهم برنامج خاص واهتمام خاص ورعايه خاصه هنقدر نحافظ على الرعايه، وان شاء الله ان شاء الله يبقى مزيد من الانجازات وكده. لان طبعا في بلاد تانيه شغاله على البرامج للناشئين من فتره، هم عارفين نحطها يعني تحتها 1000 خط، في ناس تانيه داخله بقوه طبعا وعندها الامكانيات طبعا، تخطيط جامد. يعني السعوديه مثلا دلوقتي عندهم برنامج الناشئين قوي جدا جدا جدا، وبدعم من الدوله وبدعم من رئيس الاتحاد الدولي للمحترفين الشيخ زايد التركي صديقي اللي بهني، هو رئيس البي اس اي الاتحاد الدولي للمحترفين على دخول اللعبه الاولمبياد، مجهوده كان كبير جدا هو والبورد اللي معاه في دخول اللعبه للاولمبياد. طبعا بيدعم جنب برنامج الدوله، بيدعم برنامج خاص جدا، فطبعا انت عارف الاستثمار واللعبه مكلفه جدا، المضرب وصل 6000 جنيه، الكوره 120 جنيه وتتقطع ممكن، او المضرب يتكسر في يعني في نفس في اليوم. فطبعا اللعبه مكلفه جدا، بالتالي لازم يبقى في دعم قوي جدا من الشركات الخاصه، من التساعد مع الدوله عن السبونسر شيب، لازم يخش بقوه لدعم الابطال دول عشان خاطر تكاليف السفر للاعب بيحتاج 10 سفريات. اقول حاجه على حاجه، يمكن انا كنت موجود وبدير جلسه في اسماعيليه كان فيها وزير الشباب والرياضه طبعا دكتور اشرف، ودكتور اشرف ساعتها طلب بعدد، والرئيس ساعتها قال له كل الدعم ليك موجود فيما يخص البطولات الفرديه تحديدا يعني ولادنا اللي موجودين في ده. مزبط. فعندنا قياده سياسيه عندها الاراده طبعا، ايه اللي ينقصنا؟ ايه اللي حضراتكم عاوزين؟ والله احنا عاوزين، هو بص، هو كل حاجه بتنجح بالسيستم، لما في سيستم واضح وحازم وهدف جولز انت بتشتغل لها على فتره بتوصل لها، بتوصل لها بسهوله. فطبعا دلوقتي التعليم برضو بياخد مجهود كبير جدا، عدد ساعات حضور المدرسه للاعب عايز يبقى محترف ويوصل بتضعف شويه البرنامج الرياضي، فبتلاقي بره معظم الاكاديميات عند نادال اي ام جي كل الاكاديميات بره بيدرسوا اونلاين، انت بتوفر وقت، انت عشان تروح المدرسه دلوقتي فيها نص ساعة للمدرسة ورايح نص جاي ادي ساعة، عشان تروح النادي بعد المدرسة برضه عندك نص ساعة رايح ساعة، انت في ساعتين ثلاثة ضايعين. بره انت بتروح الاكاديمي بتدرس وبتدرس وبتلعب في نفس المكان، انت يا دوب بتطلع الدور اللي فوق يبقى عندك الكلاس بتاخد الدروس، بتنزل تحت بتخش الجيم، بتطلع تاني تاخد درس تاني. يعني الرياضة بره صناعة البطل مختلف. صناعة متكاملة مختلف. يعني انا بتمنى تاني بناشد الدكتور اشرف صبحي، يعني قلت له كذا مرة يعني نفسي الثانوية الرياضية ترجع تاني، لان دي طلعت وابرزت زمان ابطال اللي كان كلهم في المنتخب. كان في زمان مدارس المتفوقين رياضيا، مش عارفه ما زالت مستمره ولا هي لا. هي الرياضه بتبدا حضرتك من مدارس. حتى لما انا عشت فتره طويله في امريكا، المدارس ودوري المدارس ودوري الجامعات ممتع، الدخول تقديمه اللاعبين مختلفه، يعني انت بتبص تلاقي في روح مختلفه، في كل تيم ليه طقوس معينه قبل ما يخش بيعملها، دي بتدي طبعا ادفانتج للولاد الناشئين، هم بيشوفوا ازاي الكبار بيعملوا صحيح. ايه وبتبقى بصراحه ده في يعني حاله ان احنا شغالين على اكتر من سكيل او احنا شغالين على اكتر مستوى. خلينا نتكلم عن الولاد او الابطال الصغيرين اللي بالفعل بيلعبوا. كان في لخبطه مثلا في سفريه استراليا، كان في مشكله في التذاكر والناس بتروح وتيجي، والسكواش لعبه قائمه على الاحتكاك الدولي بشده يعني، والا هيأثر على تصنيفهم الدولي وهيأثر على الاحتكاك وعلى قرايه الملعب. احنا بنتكلم في ان في دول كل امكانياتها مسخراها للنشء، واحنا عندنا مشكله في تذاكر طيران في سفر. والله في انا بحب برضه اوضح يعني اشكر يعني شركه مصر للطيران دعمتنا في السيركت جامد جدا بعدد مجاني من التذاكر، ان احنا نقدر نحطها جوائز للسيركت بتاعنا، عاملين اكتر من 10 بطولات السنه الجايه ان شاء الله للناشئين،
وكلها جوائز ان شاء الله يكون فيها يعني تقدر نساعد مع الاتحاد والدوله ان احنا بندي فرصه على الاقل السفر مجانا بتدي لما اللاعب بيفوز بياخد تذكره ليشارك بطوله انجلترا او بطوله امريكا او بطوله فرنسا او بطولات السيركت الاوروبي اللي بتحسن التصنيف والاحتكاك بتاعه، يعني على الاقل كاننا الشركه اتحملت نص الميزانيه بتاعت السفر وكده. يعني دي كانت يعني بشكرهم على دعمهم قوي جدا لينا. واحنا بنتكلم في نقطه يعني خلاص احنا داخلين على اولمبياد، لازم يبقى اللعيبه اعتقد متحصنه، التعبير اللي حضرتك يعني قلته قبل الهوا لازم تكون اللعيبه متحصنه، لان في دول تانية بتلجا للتجنيس طبعا. ولو احنا بنتكلم على يعني كواليتي او جوده لاعب اعتقد ما فيش افضل ولا اجود من اللاعبين المصريين تحديدا، فازاي نقدر ان احنا نحمي ولادنا؟ ازاي نقدر نعمل اتاحه ليهم في كل يعني المطلوب في هذه اللعبه تحديدا؟ وفي نفس الوقت دور بقى هنا المجتمع المدني، يعني اعتقد عندك اراده سياسيه طبعا. وعندك دعم موجود، ويمكن ساعتها السيد الرئيس تحدث عن فكره رفع المكافآت للابطال اللي موجودين، ويمكن دي كانت حاجه مهمه، وسال بشكل شخصي الوزير الشباب هم بياخدوا بره ايه عشان نقدر نقرب الفروقات شويه عشان نحافظ على ولادنا. لكن فين برضو معلش رجال الاعمال، وفين السبونسر او الرعاه اللي احنا نقدر نحمي بيهم ونزود الدعم لهذه الابطال؟ والله هو بس يعني. انت نقطه جميله جدا اثرتها، وبس هو حاليا زمان ايام ما كنت بلعب كان احمد براد هو الوحيد اللي عنده سبونسرشيب لاعب واحد، دلوقتي في اكتر من 20 30 لاعب ولاعيب عندهم سبونسرشيب. يعني انا شايف شركات كتير الريل استيت بقت بترعى اللاعبين بقوه، البنوك بترعى الناشئين بقوه، سواء البنوك المحليه البنك الاهلي بيرعى الناشئين لان بتبص للمستقبل، في بنوك تانية بتبص للرجال والسيدات اكتر، بس احنا مع طبعا الفيوتشر المستقبل ايه في الناشئين ده، محتاجين دعم اكتر، محتاجين يبقى في كنترول ما بين في تنسيق، هو استثمار يا كابتن امين استثمار، احنا ازاي نقدر ندعم استثمارنا وفي نفس الوقت نحمي استثمارنا؟ مظبوط. انا طبعا الاعلام بشكركم جدا ان الاهتمام بالسكواش هو اللي خلى السبونسر تبص على اللعبه وتقدر انها تنفست وتستثمر في اللاعبين. زمان اللعبه كانت يعني بيقولوا لعبه شهيده عشان ما بتتذاعش في التلفزيون، عشان الماركت بتاعها كان ضعيف جدا، دلوقتي مع البطولات الدوليه بتتلعب اخر 10 سنين في مصر والملعب الزجاجي بتحط في اماكن يعني خرافيه في الهرم في الجونه في الهرم وفي الجونه في الحضارات، يعني حاجات نقلت اللعبه في حته ثانيه. ترويج للسياحه يعني طبعًا. كمان انت تقدر تستغل اللعبه دي في الترويج للسياحه وعائدات سياحه، فممكن يكون في تنسيق زي ما يعني انا عاوز استخدم برضو الفاظ التنسيق، فين التنسيق مع مثلا وزاره السياحه؟ فين التنسيق مع المسؤولين في وزاره يعني الشباب والرياضه؟ يعني. والتنسيق ايضا لا ما هنا احنا متاخرش علينا في رعايته للبطولات، انا عارف ان ده معالي الوزير، انا عارف ان معالي الوزير فعلا يعني حتى نكون منصفين ما بيتاخرش، وفعلا ما بيتاخرش تحديدا فيما يخص الالعاب الفرديه. زاد السكواش واخد حظ كويس يعني بصراحه، لكن فكره التنسيق ما بين كل يعني هذه الجهات تحديدا علشان خاطر اقدر ان انا ما بقاش والله كابتن امير هو ليه علاقات فقدر يتواصل مع سبونسر يدعمه، واحمد اللي ما يعني ممكن يكون متفوق عن كابتن امير بس ملوش حظ اللي هو يتواصل مع سبونسر. لو في تنسيق وفي اداره بتقول مثلا لو هنخلي التنسيق من خلال الوزاره، فالوزاره بتقول والله انا عندي كابتن امير واحمد دول ناس متميزه جدا والمستقبل ليهم، فهات له الراعي الفلان وفلان، نقدر ان احنا نحمي الولاد دول ونفوز بيهم ونجيب مدريات. وفي فعلا صندوق وبرنامج تبع الوزاره انا متاكد لرعايه الابطال الاولمبيين، ويعني بيدعم بقوه والتنسيق ده مطلوب، ان لازم يبقى فيه كنترول مش ما بين السبونسر واللاعب، ولازم الدوله تكون موجوده يبقى فيه كنترول عشان خاطر بتضمن حق الدوله طبعًا بعد عشان كده الدولة تكون مش معقول انك بترعى لاعب لفتره إيه؟ معينه وبعدين يقول لك باي باي هلعب باسم دوله ثانيه، وانت تكون صرفت 20 30 مليون انفست عليه وبعدين في الاخر بيسيبك وبيمشي، فلازم يبقى في تنسيق ما بين الثلاث جهات. انا شايف الفتره الجايه فتره مختلفه، فتره عايزه احتراف، عايزه حزم، عايزه عين بتقدر تبص على الناشئين المميزين، عندنا ابطال كتير جدا يعني ان شاء الله ان شاء الله يقدروا يكملوا زي الجيل دوت، بس محتاجين سيستم ومحتاجين دعم قوي جدا، ان هم بيتحطوا من صغرهم في برنامج متميز عشان خاطر الاولمبيات، لان احنا خلاص دلوقتي في مرحله يعني ده رحنا الحلم اللي احنا كنا بنحلم بيه خلاص موجود. اتحقق وبقى موجود وبقى حقيقه، ولازم السكواش يبقى لازم حرام بعد كل المجهود دوت مصر ما تاخدش ميداليات اولمبيه. طيب صحيح. في وقت كان في كشافين مواهب للاعيبه الكوره بيلفوا كده ويشوفوا فين اللعيبه، هل احنا محتاجين بقى حاجه شبه كده في السكواش، مشروع قومي لصناعه البطل موجود. قدامنا خمس سنين نقدر نتصرف فيهم ونشوف هنعمل ايه؟ كان البنك الاهلي برعانه بقوه جدا، بشكره جدا مجلس الاداره استاذ هشام عكاشه كابتن استاذ يحيى الفتوح، يعني برعونا للمشروع القومي لمواهب السكواش فعلا
وبدانا في بورسعيد، بدانا في اماكن ما فيهاش برنامج جديد في الاسكواش، وفي ابطال بداوا يطلعوا من المشروع ده تحت 11 سنه. شفت براعم كتير جدا في خلال 3 سنين، وكان ده فكره الدكتور اشرف صبحي، انه عايز يبقى في خط موازي لبرنامج الاتحاد، ان لو اللعبه ان شاء الله في الفيوتشر دخلت اولمبياد نكون موجودين من خلال يعني خط موازي لخط الاتحاد وكده. ودلوقتي الاتحاد بيشرف على المشروع ده. البلان للفتره اللي جايه قدامنا 5 سنين، الخطه المكثفه عشان نقدر نلحق اولمبياد 2028. انا بيتهيألي يعني الاتحاد ان شاء الله يعني الفتره اللي جايه اكيد مع الوزاره واللجنه الاولمبيه يعني هيبقى في رعايه خاصه للسكواش من خلال تاريخ الاسكواش ونتائج وترتيب اللاعبين والناشئين. انا شايف يعني الفتره اللي جايه دي هيبقى فيها ان شاء الله يعني دعم كويس، واحنا من بره بندعم، لان طبعا مصر طبعا كل واحد يقدر يساعد بيحب يساعد. فاحنا من ناحيتنا في البرنامج عندنا فينا بصين للناشئين وهندعم الناشئين، هنبص للفيوتشر والحمد لله يعني يمكن الاتجاه كله ماشي في نفس الخط، والدعم قوي من رئيس مجلس الاداره وصاحب الشركه طبعا اخويا وصديق عمري استاذ ياسين منصور، وقال لي اللعبه دخلت اولمبيكس لو احنا بدانا سبونسر شيب. عندنا نوران جوهر، مصطفى عسل عندنا، مصطفى عسل في الاهلي، مروان عسل عندنا برضو ان شاء الله في ده فيوتشر الجاي ان شاء الله بطل القاهره، العسل كلها يعني يعني ان شاء الله هيبقى في اخبار حلوه باذن الله لدعم الناشئين الفتره اللي جايه. في اسامي معينه هنراهن عليها في الصغيرين اللي مش مشهورين بالنسبه لنا في الاعلام؟ طبعا، اوريدي في بطله العالم توايس مرتين، امينه عرفي في 15 سنه كسبت بطوله العالم تحت 19 مرتين، في معاها الجيل بتاعها طبعا فيروز ابو الخير متميزه جدا، وفي من اللاعبات الموهوبات طبعا مايا مندور، في عندنا في الاولاد كتير بقى مروان عسل، في محمد زكريا تاني العالم والجيل بتاعه بقى حسن المنشاوي، وفي مصطفى مكي وعلي رحمه، وفي اسامي كتير ويوسف طلب يعني مش عايز انت حد، في عمر القيعي، يعني اسامي كتير مصر مواهب كتير ان شاء الله طالعه، ونازلي اخت امينه بطله جايه في الطريق، مش عايز انسى كتير من حد، مش هيزعل مني، لكن لا بس احنا بنطمن بس لما بنسمع اسماء كتير وبنسمع ان في اسماء من كترها احنا ان شاء الله مصر مش عايزين ننسى حد، فده شيء مطمئن ان شاء الله يعني مصر ولاده، وباذن الله باذن الله يعني يبقى الميداليات الاولمبيه اهم حاجه الذهب، عشان برضو تصنيف مصر في الذهب حلو برضو بيلمع كده بيزغلل العين كده بيريح الواحد نفسيا يعني. بالميداليات اللي خدناها الدوره اللي فاتت ان شاء الله كل دوره مصر تحصد مزيد من الميداليات عشان نتقدم في التصنيف العالمي، وانت عارف الرياضه هي عنوان تقدم الدول، انت تبص تلاقي هي الرياضه هي. انا عاوز اسال سؤال، هو المواصفات اللي انتوا بتدوروا عليها يعني اي حد ينفع يلعب سكواش؟ انا اعرف النهارده اروح امسك مضرب والعب سكواش، ولا في مواصفات معينه انتوا بتدوروا؟ لا مش انا عارف ان انا عجزت خلاص على تعالى اي وقت بس انا بتكلم، لا لو الشباب البراعم اللي حضراتكم بتدوروا عليهم لما بتنزلوا تدوروا بتفتشوا على ايه؟ ايه المواصفات المعينه اللي تقول لا الولد ده يعني نقدر نقول نبته كويسه او بذره كويسه نقدر اللي احنا نرويها فتديني اللي انا عاوزه في السكواش؟ طبعا هي خبره الكوتشز، يعني انا مثلا حصل لي موقفين مع نوران جوهر وهي صغيره ومع امينه عرفي بالذات، هم وصلوا هو التوب على العالم، انا اللي اكتشفته. يعني نوران جوهر خالها كان بطل مصر في تنس الطاوله افريقيا شريف الساكت وصديقي صدوق، فمره اتصل بيا في التليفون وانا مره منتخب، قال لي امير انا بنت اختي يعني صغيره ناخدها تنس الطاوله ولا تجربها في الاسكواش؟ قلت له بعتها الاستاد بعد تمرين المنتخب هبص عليها واقول لك ايه اللي ممكن يحصل. فجت هي فعلا مامتها وباباها وكان صغيره عندها 7 سنين، لعبت معاها بعد التمرين اتصلت بيه قلت له دي كانت هتكسبني ده تبقى بطلة العالم، وفعلا بقت وورلد نمبر 1 وانا اللي اكتشفتها وانا هي موجوده معانا، ممكن تسالها لما تصدفوها على الموضوع ده. امين عرفي قررت القصه برضه، مامتها 5 سنين ونص قبل ما اسافر امريكا برضه قابلتني في نادي الجزيره قالت لي ايه رايك؟ قلت لها هاتيها النادي عندي في بالم هيلز هلاعبها واقول لك اللي حصل، وكان عندها فيديو ولعبت معاها. احنا عاوزين فقره تبقى بطلة العالم وفعلا بقت بطلة العالم كده اديتنا يعني حماس، وعاوزين فقره نعملها في صباح الخير يا مصر هنا يبقى مع حضرتك النجوم اللي حضرتك اكتشفتهم دول، نتكلم على الذكريات وازاي اهلتهم. على فكره هو اللاعب وهو صغير بيبقى فيه مواصفات معينه، يعني مثلا نوران وهي صغيره مثلا وانا بلعبها لسه اول مره بلعب لها كوره تلاقي عينيها بصيتها على الكوره بتوسع، اما تقول الكلمه اما اديها نصيحه على طول تنفذها ما لهاش تاني مره على طول. فده بتبص بتلاقي في حد من وصغر تقول يعني سابق فكره، سابق سنه، سابق اللي تحس بيه انه عنده شغف ان هو عايز يتعلم، نظره عينيه غير. فدي يعني
خبرات مدربين يعني هي دي اللي بتميز واحد عن واحد. استني حد اكتشفني. يلا انا استنيكم في الملعب اي وقت. نور. نورتنا وشرفتنا الكابتن امير وجيه اسطوره الاسكواش المصري، يسعدنا بوجودك جدا معانا. انا بشكرك جدا جدا جدا، وان شاء الله يعني بدعمكم للسكواش واهتمام الاعلامي بالسكواش ان شاء الله الابطال دي يعني هتحصد ميداليات اولمبيه لمصر باذن الله ان شاء الله. يعني احنا عندنا ابطال من ذهب ويستحقوا فعلا الميداليات الذهبيه يعني. بشكرك كابتن امير. شكرا جدا. شكرا لك. صباح الخير.